عن الجهود المبذولة للدولة المصرية من أجل تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ونشر ثقافة البحث العلمي. يحدثنا الآن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، فليتفضل معالي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، علماء مصر الأجلاء، السيدات والسادة، في هذه الأيام المباركة وعلى هذه الأرض الطيبة يلتقي هذا الجمع الكريم من العلماء والمبدعين والمفكرين والباحثين برعاية وتشريف كريمين من السيد الرئيس، لنسعد جميعا بحضور الاحتفال بعيد العلم الذي يأتي تأكيدا على اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بالعلم والعلماء وما تحمله لهم من المكانة والتقدير. وتنطلق فعاليات هذا العام في أعقاب سلسلة من الأحداث التعليمية والعلمية الكبرى نظمتها الدولة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس باعتبار عام 2019 عاماً للتعليم، وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقبل أن أبدأ حديثي، فإنني يا سيادة الرئيس أعرب لكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجتمع التعليم والعلوم والتكنولوجيا في مصر عما نحمله لكم من مشاعر التقدير والعرفان والامتنان لكل ما تحقق ويتحقق لمصر وشعبها بكم ومعكم وتحت قيادتكم من نجاحات غير مسبوقة وما قطعناه من خطوات واسعة على طريق التطوير والتحديث في مسيرة تنموية كبرى كان وما زال العلم في القلب منها، وكان وما زال العلماء والمبدعون والمفكرون حاضرين ومشاركين فيها. السيد الرئيس، الحضور الكرام، يأتي احتفالنا بعيد العلم اليوم وقد تمكننا خلال الفترة القليلة الماضية من السير بخطوات واسعة في أكثر من 27 مشروعاً قومياً في التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 من خلال تعظيم فرص توفر خدمات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لأكبر عدد ممكن من الدارسين، مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى يضاهى نظيره في دول العالم المتقدم، بما يكفل تحقيق تنافسية أعلى لمخرجات هذه المنظومة سواء مستوى الخريجين والباحثين أو الأفكار والتطبيقات والمشروعات البحثية التي تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية. وقد أعدت الوزارة مؤخراً دراساً عن احتياجات سوق العمل من خلال الاستراتيجية القومية والدولية لوظائف المستقبل التي تأخذ في الاعتبار تعظيم الاستفادة من ثروة مصر من شبابها المميز في ضوء التغيرات الديموغرافية المستقبلية في العالم وأثر الثورة الصناعية الرابعة على تباين المهارات اللازمة لوظائف المستقبل المختلفة. ولتسمحوا لي سيادتكم بأن أقدم بين يديكم وأمام هذا الجمع الكريم عرضاً موجزاً لأهم ما شهدته المنظومة من تطورات كمية ونوعية وبعض ما تحقق فيها من نجاحات عكستها المؤشرات الإقليمية والدولية الفاعلة في هذا المجال. فيما يتعلق بالجامعات والمعاهد الحكومية، فقد بلغت موازنتها هذا العام نحو 43.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 7 مليارات جنيه عن العام الماضي، موزعة على عدد 27 جامعة حكومية وعدد 45 معهداً، ويقوم على العملية التعليمية والبحثية والتدريبية بهذه المنظومة نحو 122 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة بحوث وعضو هيئة معاونة، وتتوجه بخدماتها لحوالي 3 ملايين طالب يدخل منهم سوق العمل والإنتاج سنوياً متوسط 600 ألف خريج في كافة التخصصات، كما تضم نحو 220 ألف طالب مقيداً بالدراسات العليا ونحو 1200 مبعوث في مجالات تمثل أولوية للدولة المصرية كالطاقة والمياه والنانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي وبعض التخصصات العلوم الطبية بمختلف دول العالم، كما تستضيف الجامعات من قطاع الوافدين أكثر من 60 ألف طالب من مختلف الجنسيات،
ومن خلال تحقيق محور الإتاحة تم إضافة 3 جامعات جديدة، وهي جامعات الوادي الجديد ومطروح والأقصر، وفي الطريق جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. هذا بالإضافة إلى زيادة عدد كليات الجامعات الحكومية بتخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، والتوسع في إنشاء برامج الساعات المعتمدة الجديدة والتي تساهم في عائدتها في تعظيم موارد الجامعات وللإنفاق على عمليات التطوير والتحديث. كما زاد عدد المستشفيات الجامعية والتوسع فيها لتوسع في عمليات التعليم والتدريب والبحث العلمي للكوادر الطبية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وفي إطار السياسة العامة للدولة بإدراج الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات، تم بالتعاون مع بنك المعرفة المصري اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، وهو ما أسفر عن ارتفاع ملموس في تصنيف جامعاتنا دولياً. ومن المؤشرات الأخيرة الآتي: أعلنت منذ أقل من 2 يوم نتائج تصنيف شنغهاي لسنة 2019 لاختيار أفضل 100,000 جامعة من بين 30,000 جامعة، وقد تم هذا التصنيف 5 جامعات مصرية لتكون هذه الجامعات ضمن أعلى 3% من قائمة الجامعات العالم، واحتلت جامعاتنا 60 مركزاً متقدماً في التخصصات العلمية. كما ارتفع عدد الجامعات المصرية ضمن أفضل 1,200 جامعة في تصنيف تايمز هاير إديوكيشن من 8 جامعات عام 2017 إلى 19 جامعة عام 2019، ومؤخراً أدركت 16 جامعة مصرية في التصنيف نفسه لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما ارتفع ترتيب مصر في النشر الدولي طبقاً لتصنيف سيماجو من المركز 38 عالمياً عام 17 إلى المركز 35 عام 18. السيد الرئيس، السادة الحضور الكرام، وقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بإنشاء جامعات أهلية ودولية جديدة، حيث قامت الوزارة وبالشراكة مع القوات المسلحة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإنشاء عدد من الجامعات الأهلية المميزة باستثمارات بلغت نحو 48.5 مليار جنيه. وهذه المشروعات التعليمية هي: جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء بفروعها 3، شرم الشيخ، الطور، ورأس سدر. الجامعة والأكاديمية العليا للعلوم المقامتان بهضبة الجلالة. جامعة العالمين الدولية بمدينة العالمين الجديدة. جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة. المرحلة الثانية لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. المرحلة الثانية من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالأسكندرية. وتعتبر هذه الجامعات من الجامعات الذكية ذات الشراكة مع جامعات دولية ومن الجيل الرابع، وهي نموذج للجامعات المنتجة، وتعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية وبما يتماشى مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة التي تمزج بين التكنولوجيات المتعددة. وفي مسار جديد يضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، صدر قانون إنشاء وتنظيم الجامعات التكنولوجية، وهو ما تمكننا معه من إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة تبدأ الدراسة بها هذا العام، من إجمالي مستهدف 8 جامعات بمختلف أنحاء الجمهورية. وهذه الجامعات هي: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية بأوسنا، جامعة بني سويف التكنولوجية. وهي جامعات تعنى في المقام الأول بإعداد كوادر فنية تتناسب مع الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة. وفيما يتعلق بالمعاهد والجامعات الخاصة وانعكاسا لحجم إسهام المجتمع الخاص والأهلي، فقد صدر القرار الجمهوري بإنشاء 3 جامعات خاصة جديدة، وهي السلام بمحافظة الغربية، وميريت بمحافظة سوهاج، وسفنكس بمحافظة أسيوط،
ليرتفع عدد الجامعات الخاصة والأهلية إلى 28 جامعة بالإضافة إلى 167 معهداً عالياً ومتوسطاً خاصاً. وفي إطار خطة الوزارة للتحقيق التنافسية الدولية لمؤسسات التعليم العالي المصرية، فقد تم إنشاء عدد من فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة من أصل 7 جامعات دولية متوقع بدء الدراسة بها في العام الدراسي الحالي والقادم، وذلك لإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، فضلاً عن توفير نفقات الابتعاث وجذب الوافدين من خارج مصر. وفيما يتعلق بدعم وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات، وفي إطار تكليف من سيادتكم وبمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، فإن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بدراسة إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي جامعة متخصصة في تكنولوجيا البيانات والمعلومات والتكنولوجيات البازغة، وكذا إنشاء 7 مجتمعات تكنولوجية بعدد من الجامعات بالمحافظات المختلفة لتكون مراكز لنقل وتوطين التكنولوجيا بالجامعات والمحافظات، وجاري العمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات، وجاري رفع وتهيئة الجامعات لتصبح جامعات ذكية مؤهلة للاندماج في منظومة التحول الرقمي، وذلك بدءا من العام 2020. وفي الإطار نفسه تم إجراء اختبار معرفي موحد لطلاب عدد من كليات القطاع الصحي، ويجري حاليا تعميمها على كافة التخصصات في جميع المجالات، وجاري كذلك العمل على ميكنة كافة الإجراءات والاختبارات الجامعية استعدادا للانتهاء من التشريعات اللازمة لربط الامتحانات المعرفية الموحدة كشرط مؤهل للحصول على تراخيص مزاولة المهنة في كافة المجالات. دكتور خالد، ممكن أقطعك معلش ثانية؟ تفضل فندم. أرجو أنك تشرح دي كويس، يعني تشرح الموضوع ده أكثر من كده لزمايلنا اللي موجودين والناس اللي في مصر اللي بتسمع من فضلك. حاضر فضل. بدأت الفكرة حضرتك لما كلفتنا بأن الامتحانات لابد أن تكون امتحانات موحدة، امتحانات مبنية على الحاسب الآلي بمعايير دولية في الأسئلة، حتى يمكن أن نقيس المهارات والجدارات لكل خريجين الكليات. بدأنا في تنفيذ هذا التكليف من عام 2018 في قطاع الطب، وبدأنا بعدد ما يقرب من 4000 طالب في هذا التوقيت في 5 كليات طب، ثم مرينا بتجربة أكبر شوية في مرحلة سنة 5 في كليات الطب، ووسعنا التجربة إلى أكثر من 18 كلية في حوالي 22 محافظة، ثم عممنا التجربة في قطاع الصحي بالكامل، طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض بالإضافة إلى كليات الطب. الفكرة في هذا الموضوع أن يكون هناك امتحان يقيس بمعايير دولية وبنماذج من الأسئلة توضع بالمقاييس من بنوك أسئلة، ولا يوجد فيها أي تدخل بشري. هل هذا الامتحان بينزل على الحاسب الآلي في نفس التوقيت في كل الكليات في نفس الوقت، بصرف النظر عن خريج هذه الكلية إذا كان من كليات حكومية أو كلية من جامعات خاصة أو أيضا حصل على الشهادة من خارج مصر. هذا الامتحان هو مقياس ومسطرة حقيقية لقياس قمة المعلومات والجدرات التي يمكن اكتسابها للطلاب، وفي هذا السياق لابد من رفع البنية التحتية في الجامعات لتستوعب هذا النموذج، ومن خلال تكليف سيادتك وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الانتاج الحربي أيضا لجأنا إلى العمل على رفع البنية التحتية في كل الجامعات حتى تستطيع أن تعمم هذا الامتحان ليس فقط في القطاع الصحي ولكن في كل قطاعات التخصصات الأخرى. هذا الامتحان هو نقلة نوعية في تقييم الطالب حتى يستطيع الطالب أن يعرف مقدار نفسه وليس فقط حصوله على مجموع، لأن لما قدرنا نعمل تقييم للطلاب لقينا أن من حصل على امتياز في كليته ليس بالضرورة في عند تعرضه لهذا الامتحان يحصل على نفس التقدير، وبالتالي هذا الامتحان هو معيار حقيقي لقياس مستوى الطلاب. وفي إطار الدور المجتمعي للجامعات ومن خلال 113 مستشفى جامعيا بطاقة استيعابية تتجاوز
33 ألف سرير موزعة على أغلب محافظات الجمهورية، وفي إطار التعاون مع وزارة الصحة والسكان تشارك المستشفيات الجامعية بدور كبير في تنفيذ مبادرات السيد رئيس الجمهورية لارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، ومن خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمسح فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية. كما عملت المستشفيات جامعة القاهرة وعين شمس وبنها والمعهد القومي للأورام ومعهد جروب مصر للأورام التابع لجامعة أسيوط كمراكز إحالة لاستقبال المحولين من نقاط المسح المختلفة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي. وفي الإطار نفسه تأتي مشاركة الجامعات في مبادرة حياة كريمة من خلال قيام كل جامعة بتطوير منطقة عشوائية أو أكثر من المناطق الواقعة في نطاقها، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية. أما فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية واكتشاف الموهوبين، فقد تم تنفيذ خطة متكاملة لتوسيع مظلة النشاط الطلابي وتعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب، بما يسهم في بناء شخصيتهم المتكاملة ويدعم اكتشاف وصقل قدرتهم ومواهبهم في شتى المجالات. ويتم تنفيذ هذه الخطة سواء الفنية أو الرياضية أو العلمية على المستوى المركزي بمعهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي للجامعات، أو على مستوى الجامعات عبر أسابيع الشبابية والفعاليات والأنشطة بكل جامعة على مدار العام. وعلى صعيد البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، فقد وصل الإنفاق على البحث والتطوير إلى 23.6 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي، موزعة على عدد 11 مركزاً بحثياً تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد 15 مركزاً بحثياً تتبع الوزارات الأخرى. كما حدثت انطلاقة إيجابية في مؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار مبنية على أساس استراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. ومن جانب هذه الانطلاقة أذكر الآتي: بلغ إجمالي عدد الأبحاث المصرية المنشورة دولياً 250 ألف بحث، منها 22,018 بحثاً في عام 2018، بزيادة 15% عن عام 2017. واحتلت مصر المركز 35 عالمياً، وزاد التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة مع دول العالم لتصل إلى نسبة 50%. وفي مجال التكنولوجيات البازغة شغلت مصر المرتبة 11 في النشر العلمي في تحلية المياه، والمرتبة 25 في النانو تكنولوجي، والثالثة إفريقية في الزراعة الذكية. وتقدمت مصر في مؤشرات مخرجات الابتكار، وتم إصدار النسخة الأولى من الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية. وتم تقييم وتحديث الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لتتواكب مع رؤية مصر 2030. كما اهتمت الوزارة بزيادة عدد الحاضنات الناشئة إلى 19 حاضنة، وتم دعم ما يزيد عن 90 شركة تكنولوجية وتخريج 63 شركة عاملة في الأسواق العالمية والمحلية. وقد تم استكمال شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا تايكو في الجامعات والمراكز البحثية والتجمعات الصناعية. وتم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 95% من مشروع بحثي وتطبيقي في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه. وتم إطلاق برنامج تحالفات المعرفة والتكنولوجيا لدعم الكفاءات الوطنية في الجامعات والمنظومات البحثية الغير حكومية. كما تم إطلاق مبادرة اندماجي للشراكة بين التعليم الهندسي والبحث العلمي بهدف تطوير الصناعة المصرية. كما تم أيضاً إنشاء 3 مراكز تميز بالتعاون مع الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية بقيمة إجمالية 90 مليون دولار، وبشراكة بين جامعات مصرية وجامعات أمريكية مثل جامعة كورنيل وجامعة القاهرة ومعهد MIT مع جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة مع جامعة الأسكندرية. والمراكز التي تم إنشائها هي مراكز تميز لعلوم المياه وعلوم الطاقة وعلوم الزراعية. ومن جهة أخرى
تنفذ الوزارة عددا من المشروعات الكبرى في مجال البحوث والتكنولوجيا والابتكار، منها إنشاء محطة التحكم في الأقمار الصناعية بالهيئة القومية للإشعار عن بعد ولوم الفضاء، والمقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات الذي يواكب أحدث نظم إدارة المعاهد البحثية العالمية، فضلا عن مشروع إنشاء وكالة الفضاء المصرية واستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية. ولم يكن ذلك كله ليتحقق سيادة الرئيس لولا أن شرعت الدولة في تبني حزمة من التشريعات في إطار تحقيق الحوكمة وتحديد المسؤوليات بالمنظومة وضبط البنية التشريعية لها وتهيئة مناخها لمواكبة أحدث المستجدات العالمية، وأسفر ذلك عن صدور ما لا يقل عن 20 تشريعا جديدا. سيادة الرئيس، الحضور الكرام، كانت تلك بعض المؤشرات على ما يجرى في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الوطنية. وبرغم ما يبدو فيها من خطوات جادة، فإننا نعاهد سيادتكم وشعب مصر أن نبذل كل ما في وسعنا من جهد صادق ومخلص، ونكثف من عملنا لنواكب ما تتضمنه استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وننفذ ما يكفل لهذا البلد الطيب مكانته اللائقة بين الأمم، ولشعبه ما يستحق من العيش الكريم، مستندين في ذلك كله إلى ما تولونه للعلم والعلماء من رعاية ودعم مستمر، ومسترشدين بما تقدمونه من نموذج يحتذى به في العطاء للوطن ونكران للذات. ولا يبقى إلا أن أتوجه لسيادتكم ولكل علماء مصر والحضور الكرام وعلمائها وباحثيها ومفكريها ومبدعيها بأرق التهاني القلبية بهذه المناسبة الغالية، وأكرر لكم خالص الشكر والتقدير على كل ما تقدمون لوطنكم وشعبكم، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل مكروه وسوء، وأن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح من أجل رفعة شأن وطننا العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأوامر فندم.